ماذا يحصل على مواقع التواصل الاجتماعي؟ رجال الأعمال، الرؤساء، الشخصيات المؤثرة، ماذا ينشرون؟ وما هو تأثير منشوراتهم على قطاع المال والأعمال والاقتصاد ككل؟ معكم علي فتوح وحلقة جديدة من دبل كليك. البداية من فقرة بزنس، وسنبدأ هذه الفقرة من تويتر ومن الحدث الأبرز في العالم حاليا، وهو حركة السترات الصفر، الحركة التي هزت باريس ومناطق أخرى من فرنسا، والتي جاءت ضد سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون الاجتماعية وغلاء المعيشة. تسببت هذه الحركة في اندلاع مواجهات بين المحتجين مع قوات الأمن الفرنسية في قلب باريس ومناطق أخرى. الحكومة تراجعت عن فرض زيادة ضريبية على أسعار الوقود، وهو الإجراء الذي أشعل الحركة بالأساس. كما تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بخفض الضرائب على أرباب المعاشات وزيادة الحد الأدنى للأجور في يناير كانون الثاني، لكنه رفض إعادة فرض ضريبة على الأثرياء. وفي تغريدة لماكرون قال: كما كنت قد وعدت خلال حملتي، الحد الأدنى للأجور سيرتفع ب 100 يورو شهريا دون أن يتحمل أرباب العمل أي كلفة إضافية اعتبارا من 2019 بدلا من توزيعها على 5 سنوات. التغريدة الثانية لهذا الأسبوع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. للحقيقة يعد تويتر ترامب من أكثر الصفحات المؤثرة في العالم اقتصاديا وسياسيا هذا الأسبوع، وتعليقا على أحداث باريس وصف ترامب ما يحدث بالحزين، وانتقد اتفاق باريس وخاصة بالمناخ، ووصفه بالسخيف والمكلف جدا. أما وزير الخارجية الفرنسي ردا على تغريدة ترامب قال إنه يتعين على الرئيس الأمريكي عدم التدخل في شؤون فرنسا. إلى فقرة ترند هذا الأسبوع، أكثر ما كان منتشرا على مواقع التواصل الاجتماعي هو الأحداث والمظاهرات في فرنسا، والهاشتاج لهذه الحلقة هو باريس. سأستعرض بعض التغريدات التي نشرت على تويتر من قبل المغردين فيما يخص حركة السترات الصفر وتعامل الشرطة معهم وقرار ماكرون بإلغاء الضرائب وزيادة الأجور. أحد المغردين قال: ماكرون يعتذر للشعب الفرنسي ويرتدي سترة المعتصمين ويستجيب إلى رغبة الشعب الحي، شعوب تصنع مستقبلها. وفي تغريدة أخرى، شارع الشانزليزي في باريس أشبه بساحة الأمويين في دمشق والتحرير في القاهرة. والتغريدة الأخيرة لليوم: بين الديمقراطية والفوضى شعرة، وهذا ما يحدث في الدول المتقدمة. دعونا نتحدث عن ردات الفعل على تويتر مع ضيفي عبر سكايب من العاصمة الفرنسية باريس، الكاتب الصحفي همام حداد. سيد همام، كيف رأيت تفاعل المغرد العربي على تويتر مع أحداث فرنسا؟ أهلا وسهلا فيكم. حقيقة من بداية الحراك كان في كتير محاولات وكتير مغردين قاربوا بين الحراك اللي بفرنسا والحراك اللي والربيع العربي اللي تم، من ناحية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، من ناحية السيطرة أو محاولة التجمع بساحات بشوارع عامة والمطالبة. الشارع العربي تفاعل، يعني تقديري أنا تفاعل بشكل، يعني خلينا نقول أشبه ما يكون أنه عم بثورات الربيع العربي، طبعا بوتيرة أقل، بس كان عم بيرصد بدقة تفاصيل اللي عم تفاصيل الحركة بفرنسا، وهذا بدل بشكل أو بآخر على أنه الشارع العربي متعطش أو عم بيحاول أنه يفهم شو صار معه من خلال مقاربته لتجارب أخرى حادثة مثلاً. هل كان التفاعل في المنطقة مختلفاً عن تفاعل الفرنسيين والأوروبيين لهذه الحالة؟ طبيعي، يعني من بفرنسا طبعاً، أنا عم بحكيك بفرنسا ما بعرف بدول تانية. طبعاً الحالة، يعني الحالة العربية مثل ما حكينا أنه هي يعني عم تحاول تقارب الربيع العربي بالحراك السترات الصفراء. بفرنسا الموضوع مختلف تماما، مو مختلف كثير يعني، ولكن بفرنسا تم التعاطي مع الحركة أو من قبل طرفين، إن كان اليمين أو اليسار الفرنسي. بالبداية كان في فزع منها. الحركة هي حركة شعب من كل أطيافه. يعني سيد همام، الرأي العام الفرنسي هل ما زال مع وجود السترات الصفر، أو نوعا ما اختلفت وجهات النظر أو قلت الحدية اللي كانت عن قبل؟ والله بدنا ننتظر هذا الأسبوع لحتى نشوف. الموقف الرسمي للسترات الصفراء هو عدم تفهم، هيك الموقف الرسمي، أو غير مقنع.
غير مقنع وانه المطلوب اكثر من هيك، ولكن بالقطاعات اخرى بعض التصريحات عم بتقول انه لا، الخطاب نوعا ما، طبعا خطاب ماكرون يعني اول مره ظهر في السيد ماكرون بتراجع، وانه متفهم وانه تحمل مسؤوليه بدون تزاكي، بدون اي محاوله يعني للعب او مياعه المطالب، كان بشكل مباشر تحمل جزء من المسؤوليه ولبى جزء من المطالب. هذا عمل ردات فعل عند نخب وعند بعض القطاعات مثل النقابات، مثل الاحزاب السياسيه، ولكن حركه الشترات الصفراء بالضبط هي اللي قالت غير كافي وراح نستمر بهذا الحركه. تقديري السبت الماضي كان العدد اقل، وبتصور انه السبت هذا راح يكون العدد كمان اقل، بس الموضوع مو موضوع عدد استاذي، الموضوع انه في اجماع، على اجماع فرنسي على أحقية مطالب السترات الصفراء وعلى أحقية خروجهم وانتفاضتهم بباريس وبكل المدن الفرنسية. الكاتب الصحفي همام حداد كان معنا من العاصمة الفرنسية باريس، شكرا جزيلا لك. إلى الفقرة المفضلة لدي، إنفلونسر. في هذه الفقرة أقوم بالتحري والبحث في حياة أحد المشاهير في العالم على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. اليوم شخصية إنفلونسر هي مارك زوكربيرغ، صاحب إمبراطورية فيسبوك وطبعا مالك إنستغرام وواتساب. نعلم أن مارك زوكربيرغ اشترى إنستغرام عام 2012 وبقيمة مليار دولار، ولكن قيمة إنستغرام اليوم أصبحت نحو 100 مليار دولار. لنرى كيف هي صفحته على التطبيق الذي يملكه إنستغرام. لدى مارك نحو 5 ملايين متابع، يتابع أكثر من 300 شخص، منهم من يعمل معه في فيسبوك وبعض الشخصيات الشهيرة مثل البابا فرانسيس وعارضة الأزياء جيجي حديد والمغنية بيونسي والرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما. ما لفتني أن الأشخاص الذين ذكرتهم لا يقومون بمتابعة مارك على إنستغرام. لديه أقل من 150 صورة، يركز على عائلته وابنته وزوجته والأصدقاء والمقربين منه. موقع سي ام بي سي عربية الأول عربيا في الأخبار الاقتصادية، كما يحتوي موقعنا على أخبار منوعة وفيديوهات كثيرة تخص المال والأعمال والصحة، اللايف ستايل، الرياضة والتكنولوجيا. لنذهب لأحد أعضاء فريق قسم نيو ميديا ليطلعنا على أبرز ما ورد على موقعنا الإلكتروني وصفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. وإلى الزميل فارس. أهلا بكم. الأخبار الأكثر قراءة على موقعنا الإلكتروني لهذا الأسبوع كانت: أوبك وروسيا تتفقان على خفض الإنتاج رغم ضغوطات ترامب، والبيتكوين تواصل الهبوط وتسجل أدنى مستوى لها في 15 شهرا. أما الفيديوهات الأكثر مشاهدة لهذا الأسبوع فقد كانت: 2018 عام انفجار فقاعة بيتكوين، وما هو سعر النفط المناسب للمنتجين. وبالانتقال إلى صفحتنا على موقع فيسبوك، فقد كانت المنشورات الأكثر تفاعلاً هي: نقص العمالة وارتفاع معدلات الشيخوخة يدفعان اليابان لفتح باب الهجرة أمام الأجانب، وإذا أردت التخطيط لمستقبلك فليس هناك وصفة سحرية. وبالانتقال إلى تويتر، يمكنكم متابعة جميع الأخبار الخاصة باحتجاجات فرنسا من خلال مومنت مظاهرات فرنسا. العديد من المواضيع المنوعة تشاهدونها على قصص سي ام بي سي اريبيا على انستغرام، وايضا العديد من الصور المنوعة والانفوغرافس. ويمكنكم ايضا مشاهدة البث الحي والمباشر من خلال نافذة البث المباشر على موقعنا. تابعوا حسابنا سي ام بي سي اريبيا على فيسبوك، تويتر، وسي ام بي سي اريبيا تي في على انستغرام. اليك علي. وإلى فقرة يوتيوبر، وبما أننا في الحلقة الأولى من دبل كليك واستثنائيا سأقدم لكم الفيديو الأكثر مشاهدة في تاريخ يوتيوب على الإطلاق. ماذا يمكن أن تتخيلوا موضوع أكثر ما تمت مشاهدته في تاريخ يوتيوب؟
فيديو اليوم حصد 5.6 مليار مشاهدة، أي نحو 75% من عدد سكان الكرة الأرضية بالكامل. الفيديو هو لأغنية ديسباسيتو، الأغنية الأشهر في العالم والتي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد والسياحة في بورتوريكو التي تم تصوير الفيديو فيها، وكان أحد أهم المواقع الذي يوفر خدمة حجز غرف الفنادق حول العالم عبر الإنترنت. قد أعلن أن عمليات البحث عن السفر إلى جزيرة بورتوريكو حققت قفزة هائلة خلال الشهرين اللذين أعقبا صدور النسخة المعدلة من الأغنية، إذ وصلت نسبة الزيادة إلى 45% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. لنشاهد الأغنية التاريخية سوياً. Sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Chihuahua. لمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا موقع CNBC عربية وصفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك وإنستغرام. تحية من فريق دبل كليك، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.